بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اي التاسي افضل قراءة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اذا رأيته يقرأ حسبته يقرأ الله في دين وجه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوة الايمان والاسلام وبعض اللحظات القليلة نعيش مع اياد من الذكر الحكيم ليتلي علينا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ القارئ محمود محمد الخوي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ القرآن الكريم بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها والمقيم بالقاهرة كما تمكن لكم على إحدى حدثنا الإذاعات المحلية الكبرى صوتا وضوءا من شركة أولاد أبو العنين الكهربائية تحت إدارة الحاج زغبي أبو العنين وأولاده المقيمين بمدينة المحلة الكبرى شارع عشر ابو الحسن. اما من داخل الصرادق البقاع هو من اولى مخرج الفراشة بالجمهورية الفصيحة العربية تحت ادارة الحاج سعد هو الحاج رمضان النقول المقيمين بمدينة المحلة الكبرى شارع عشر ابو الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماء الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا رسلا بأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما ينسي فلا مرسل له من بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رسولا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله ما ينبغي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم
يا أيها الناس يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق هل من خالق غير الله لا إله إلا الله
يا أيها الناس إن وعد الله حق يا
الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الله
Yeah.
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكرون ذلك على الله
إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البعران وتستخرجون حليه تلبسونها وفي الليل وسعى
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير نحمدك يا رب لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا تجنبنا موارد الظالمين واجعلنا من الامنين كل شيء له حد اما جمال القران ليس له حد هكذا يا اخوه الايمان والاسلام كنا خاشعين في رحاب القران الكريم تلاه على مسامع حضراتكم فضيله الشيخ القارئ محمود محمد الخلد قارئ القران الكريم بالاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ القرآن الكريم بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها والمقيم بالقاهرة كما نكرم لكم عليكم حدثنا الإذاعات العالية الكبرى صوت مطوقة من شركة أولاد أبو العيدين الكهربائية تحت إدارة الفرق الزغبي أبو العيدين وأولاده المقيمين بمدينة المحلة الكبرى شارع 10 وحسن أما من داخل الصراط المقام ومن أولى مخازن الفراجة في مصر العربية تحت إدارة الحاج سعد والحاج رمضان النفوري المقيمين بمدينة المحلة الكبرى شارع 10 وحسن